كم هذا التمرين مضى بالعراقي، الكل تركض سريعا ذهابا وإيابا لهذا المثلث وتصوب، تذهب ركضا سريعا على المثلث، تذهب تصوب الكرة، ثم ترجع بدون كرة لنفس المثلث، ركض سريع والعودة بهرولة خلف المجموعة. لاحظ التمرين ممتاز للياقة البدنية الفنية. أنا أفكر أريد ركض، ركض مثلث، فنشوف ركض المثلث. واحد، اثنين، صار مثلثين مو مثلث، ثلاثة، كرة مهيئة من المدرب، شوتينج. لاحظ خلاص ارجع ركض سريع مثلث، واحد اثنين مثلث ثلاثة، روح خلف المجموعة. من أحسن تمارين كرة القدم الموضوعة يعني بتصرف عالي، لأن ركض المثلث بدون كرة موجود في أعمال اللياقة البدنية بكرة القدم. نربطه بالتصويب على المرمى، ذهاب وإياب، هذا تأسيس وليس منقول، ربما لا مشابه لكن هذا تأسيس. اليوم أنا انتبهت للمصادر مالتي اللي الشخصية يعني اللي تتعلق بموسوعتي التدريبية إن شاء الله، وقلت أوه هذا تمرين نضعه للناس يستفيدون منه، خصوصا مدربي اللياقة البدنية. طبعا مدربي اللياقة البدنية خصوصا عندنا بالعراق يعني والعالم العربي جيدين جدا، أنا ما أتاجر بالكلام، لكن يحبون التعلم ويتابعون ما يتكلمون كثير عن نفسهم. والتدريبات اللياقة البدنية بالكرة أو غير كرة موجودة في كل مكان، لكن إذا واحد وضع هذا كعنوان تدريبي شوتينج لا يكفي، لأن ما يحدث قبل الشوتينج أكثر فعالية وشدة وريليتد متعلق بالركض السريع للمثلث. وضعت آني بطريقة ذهاب للتصويب على الكرة وركض المثلث عودة للانتقال خلف المجموعة انتظار الدور. كم مرة كل لاعب من اللاعبين؟ 6 إلى 8 مرات. تعب طبعا، يتعب معناه انه احنا نفكر بتدريب عالي فيتعب، فالعدد جيد، فنسبة العمل للراحل حتكون جيد جدا، لكن دائما سرعة سرعة. الآن بدل الركض يتهيأ 9 مثلا، يتهيأ 4 مثلا، هكذا. لا تروح على الأدوار يعني بالأرقام، الأرقام هذه لا شيء، أي لاعب يتهيأ. عندنا جروبين، إذا وضعت ثمان لاعبين يكون زين، ممتاز، يعني 8 منا و8 منا، والعب على مثلا هدفين، أو العب على ما يعرف ب يعني بعد ذلك العب 8 ضد 8، أأتي بالهدف هذا، شوف أخليه بالمنتصف، ألغي هذا الهدف، يصير هدف واحد على منطقة الجزاء، ويلعبون 8 ضد 8 هنا على هدف واحد، فريق الأصفر يهاجم الهدف واحد ويحمي هاي المنطقتين، شوف هذا المظلع، والفريق الآخر الأسود يدافع عن الهدف الكبير اللي هنا خلينا وضعناه، ويسجل بوضع الكرة بأي من هاي المربعات. إذا طبقنا مبدأ أساسي يتعلق بي أنا بهاو تو كوتش، أنه أنت بنفس الفعالية اللي سويتها بنفسها تقريبا راح تلعب 8 ضد 8 أو حتى 10 ضد 10، ففريق يهاجم الهدف، لأن احنا قلنا نضع هدف واحد هنا صح، هذا نلغيه ويصير اللعب، فريق يهاجم الهدف يدافع عن ذن المنطقتين، وفريق آخر يدافع عن المنطقتين ويهاجم الهدف الكبير،
اللي يدافع عن الهدف الكبير يهاجم منطقة الأهداف، هاي يسموها التارجت أريا، يعني صغيرة صغرها، تكون أنت حققت مرادك إن شاء الله. شكرا جزيلا. 17/10/2024 ادعوا معي أن نصل إلى متطلبات ما يعرف ب جينيس للأرقام القياسية إن شاء الله. موسوعة، أعمل موسوعة ريد. شكرا جزيلا.